بعدين اضرب الشاشه. ايش تبي اباظه اليوم ما تخصم على احد، علم محمد عيسى. تدري بسام ان انا استانس اذا حد يقطع ليش؟ عشان تحط له الشاشه. عشان قدام الشاشه. بس وهذا وسخ. طيب ختاما يا جماعه الخير، هذه كلمتي لجمهور قناه الواقع، شكرا بحجم السماء لكل شخص دعم بسام. تاكدوا ان دعمكم البسام ما راح اباء المنثوره، باذن الله اني مستمر بالطريق، وباذن الله اني ما راح اوقف الا على القمه وانتم معي. اللي ابي منكم انكم تشاركوني طريق النجاح اللي انا راح امشي فيه بحساباتي بالتواصل الاجتماعي باذن الله، اذن يشتبي فيها ابن الحلال. ايضا رساله القناه، عفوا البرنامج سكريبت اداره ومتسابقين على راسهم الاداره بشكل عام، زياد الشهري، اخوي زياد الشهري. شكرا زياد، شكرا ناصر الحربي، شكرا على كل ما قدمتوه لنا في البرنامج. في مواقف اخويه كثيره بيننا ممكن المشاهد ما يعلمها، لكن شكرا. وباذن الله ان بسام كان عند حسن ظنكم، وباذن الله انه بسام اذا طلع راح يكون ايضا عند حسن ظنكم باذن واحد الاحد. عاش ابو ابليس، عاش. لازم 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 بسام.